بسم الله السميع العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. يسرني أن ألتقي بكم اليوم في هذا الفضاء. أسأل الله العلي القدير أن يكون يوم نجاح وبركة وتوفيق. نبدأ الآن. يوجد بحيرة الأعداد تعيش بها تماسيح جائعة، وهذه التماسيح تأكل الأعداد الكبيرة فقط، والأعداد الصغيرة توجه لها ذيلها، بمعنى العدد الكبير ناكله والصغير نتشكوه. الآن لاحظوا معي، لدينا مجموعة من الأعداد، العدد 47، 35، 38، 99. نبدأ الآن المقارنة بين العددين 47 و35، أيهما أكبر؟ دائما نتجه إلى رقم العشرات ونلاحظ هنا رقم العشرات هو 4 بمعنى 40، ورقم العشرات هنا 3 يعني 30. أيهما أكبر، 47 أو 35؟ إذن 47 أكبر من 35. نوجه له الفم المفتوح، فم الرمز، ونقرأ 47 أكبر من 35. العدد الكبير ناكله والصغير نشكوه. الآن ننتقل إلى العددين 38 و99. نبدأ المقارنة برقم العشرات. رقم العشرات هنا 3، رقم العشرات هنا 3، ورقم العشرات هنا 9، أيهما أكبر؟ إذن 99 هو أكبر من العدد 38. نضع هنا الرمز. نقرأ الآن 38 أصغر من 99، بمعنى العدد الكبير نوجه له الفم المفتوح فم الرمز، والعدد الصغير نوجه له الذيل. الآن نفتح كتاب التلميذ صفحة 68. درسنا لنهار اليوم الجمع بالاحتفاظ. اكتشف. أولا تحسب ليلى وأمين المجموعة 47 زائد 35. كل من أمين وليلى اختار طريقة لحساب المجموع 47 زائد 35. أمين اتبع طريقة تمثيل الأعداد بالجمع والاستبدال، أما ليلى اختارت الحساب عموديا. أولا نبدأ بأمين. لاحظ أمين مثل العدد 47 بالأعمدة وقطع الوحدات، والعدد 35 أيضا بالأعمدة وقطع الوحدات. الآن لنلاحظ لدينا هنا 10، 20، 30، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47. العدد الثاني 10، 20، 30، 31، 32، 33، 34، 35. هذا تمثل العدد الثاني. الآن لنحسب القطع الوحدات، لدينا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. هنا تحصلنا على 10 قطع، على 10 قطع جمعناها واستبدلناها بعمود العشرات، جمعناها واستبدلناها بعمود العشرات. كما قلنا سابقا كل ما تكون عندنا 10 قطع نستبدلها بعمود العشرة ليسهل علينا العد. وتبقى لدينا هنا قطعتين، وحدتين. الآن لنقوم بحساب العشرات، كم تحصلنا على 10؟ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80. يعني ما هو رقم العشرات هنا؟ هو 8. وكم لدينا من وحدة؟
كم لدينا من قطعة؟ لدينا 2. إذن 47 زائد 35 كم يساوي؟ يساوي 82. الآن ننتقل إلى ليلى. لدينا هنا جدول المراتب، لدينا هنا جدول المراتب. نقوم بكتابة العدد 47 والعدد 35. دائما نضع رقم الوحدات تحت الوحدات ورقم العشرات تحت رقم العشرات. نضع خط المساواة ولا ننسى رمز زائد. الآن نلاحظ هنا في خانة الوحدات لدينا العدد 7 زائد 5. قلنا دائما أثناء الجمع نبدأ بالوحدات ثم ننتقل إلى العشرات. 7 زائد 5، أضع 7 في رأسي ونكمل الحساب. 7 8 9 10 11 12 12. تحصلنا على 12، يعني 7 زائد 5 تساوي 12. نكتب العدد 12. لاحظوا معي أعزائي، هنا هذه الخانة أو هذا العمود مخصص فقط إلى لرقم الوحدات، وهنا لدينا العدد 12. 12 يتكون من رقمين، من وحدات وعشرات. هل هذه الكتابة صحيحة؟ لا. إذن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لدينا هنا رقم العشرات نحتفظ به، يعني ينتقل إلى جهة العشرات. نحتفظ به يعني ينتقل إلى جهة العشرات. أين نضعه؟ نضعه هنا الفوق لكي لا ننسى. الآن ننتقل إلى جهة العشرات. 4 زائد 3 كم يساوي؟ 4 5 6 7. نكتب 7. لا ننسى رقم هنا، رقم العشرات، إنه هنا احتفظنا به في الأعلى. إذن 4 5 6 7 والواحد يساوي 8. كم تحصلنا يا أعزائي على العدد 82؟ 47 زائد 35 يساوي كم؟ يساوي 82. عندما أحسب عموديا أجمع دائما الوحدات أولا، أجمع الوحدات أولا وأحتفظ برقم العشرات فوق العشرات، يعني الواحد الذي تحصلنا عليه هنا رقم العشرات نحتفظ به وينتقل إلى جهة العشرات، نضعه في الأعلى لكي لا ننسى، وبعدها أجمع العشرات مع بعضها. الآن أنجز، أحسب المجموع باستعمال طريقة ليلى. الآن سوف نستعمل طريقة ليلى، يعني الحساب عموديا. نبدأ دائما يا أعزائي من جهة الوحدات ثم ننتقل إلى الجهة الثانية العشرات. هنا لدينا 3 زائد 9، لدينا العدد الكبير هو 9، دائما نحطه في راسي، وثلاثة أمثله بأصابع اليد أو بخشيبات. عندنا 9 10 11 12. الآن كيف أكتب العدد 12؟ نكتب رقم الوحدات هنا 2 12، والواحد العشرات أحتفظ بها هنا في الأعلى جهة العشرات. الآن ننتقل إلى جهة العشرات، لدينا العدد 4، دائما نحطه في راسي والعدد الصغير في يدي. 4 5 6، لا ننسى معه رقم العشرات الذي احتفظنا به.
إذن تحصلنا على العدد ده 62. 13 زائد 49 تساوي 62. هنا لدينا العدد 26 زائد 37 زائد 15. الآن يا أعزائي كل واحد منكم يمسك ورقة وقلم ويقوم بإنجاز هذه العملية، ونكون هنا قد أنهينا درسنا. إن شاء الله تكونوا استفدتم، وإلى اللقاء.